السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفانات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض ايس كريم سهل جدا او غلاس او مثلج. نتمنى انكم تجربوه مع صلصه كراميل منزليه. هذه الصلصه اذا ها هو كيفاش كيجي. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه باذن الله. غادي نال اللي جابكم. الى عجبتكم الوصفه فخليوا لي رايكم في التعليقات، وكذلك انا في انتظار انتقاداتكم. ولا عندكم اي ملاحظه فمرحبا. الى كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو للاخير. على بركه الله قبل ما غنبداو في تحضير الايس كريم غادي نحضروا اولا الصلصه ديال الكراميل اللي غادي نحتاجوا فيها كاس ونصف من السكر. بالنسبه للقياس الكاس فهو 150 ملي، بالنسبه للسكر فهو 120 غرام. اذا عندنا كاس ونصف. شوفوا معايا حجم الكاس قداش، يعني كاس شاي من حجم متوسط. هنا عندنا ثلثي الكاس من الحليب، ثلاثه ملاعق كبار ممتلئه جيدا من الزبده، وقبصه من الملح. بالنسبه للمكونات المكتوبه غتلقاوها اسفل الفيديو في خانه الوصف. الان على بركه الله غادي ندوزو للتحضير. في واحد الكاسرول كنوضعوا قرصه من الملح، غير قبيصه صغيره باش ما يجيناش مالح، وغادي نضيفوا السكر الخشن ولا السكر سنيده. الان وضعنا هذا السكر سنيده فوق نار اللي كتكون خفيفه جدا، ما غاديش نحركوها، غادي نبقاو حتى كنلاحظوا انها ذابت. غادي نحركوها فقط هكا، وإلا اقتضى الامر غادي نحركوها بواحد ملعقه خشبيه باش تساعدنا ما يتحرقش لينا هذاك اللي كيكون في الاسفل، وكيبقى لينا السكر اللي في الاعلى يبقى هكا على شكل حبوب. بعد ما كنلاحظوا انه بدا كيدوب من الجوانب غادي نحركو فقط بشويه هكا. الا عملتوه في مقلاه اللي كتكون كبيره او كاسرول اللي كبيره ديك الساعه ما تحتاجوش انكم تحركوه، فقط كتحركوا هكا. لكن هنايا بما ان الكاسرول صغيره فضروري اننا نحركوه باش كيدوب لينا وما يتحرقش لينا هذاك في الاسفل. الا ما حركناش غادي تحرق لينا هذا اللي كاين هنايا في الاسفل، وهذا السكر اللي في الاعلى غادي يبقى السكر كما هو. اذا غادي نستمروا هكا حتى كيدوب لينا بشكل تام. حاولوا ما تحرقوش لانه الا حرقتوه غيجي المذاق ديالو غير جيد. هنايا بعد ما كيدوب لينا الكراميل غير يدوب هكا كما شفتوا معايا هنا، فاستمريت في التحريك حتى كيدوب بشكل هكا كيجينا مقاد. الان غادي نضيفوا الزبده. بسم الله نحاولوا نحركوها مع الكراميل، ما تخليوش يتحرق راه ما غاديش يجي لذيذ في المذاق ديالو. إذا نحركوا هاد الزبده جيدا مع الكراميل. غادي نحركوه حتى كتنسجم معاه. بالنسبه للزبده اللي استعملت فهي هذه، هاد الزبده نباتيه. الان غادي نستمروا في التحريك دائما النار اللي كتكون خفيفه حتى كتنسجم لنا. اذا غادي نحركو حتى كتنسجم لينا الزبده مع الكراميل. كنحركوها جيدا حتى ينسجموا مع بعض. بعد ما كتنسجم لينا الزبده والسكر كراميل كتولي على هذا الشكل. دائما النار اللي كتكون مهيله ما كنطفيوش النار. وغادي نضيفوا الان الحليب. بالنسبه للحليب فغادي تحجر لينا هاد العناصر، هاد السكر والزبده، لكن ما تخافوش بعدوا الوجه ديالكم. وغنستمروا في التحريك حتى كيرجع على شكل صلصه اللي كتكون مقاده. دان بسم الله اذا كنحركوا. غير حاولوا تبعدوا الوجه ديالكم اللي كتكونوا كترشوا في داك الحليب. غادي نحركوا حتى كينسجموا هاد العناصر جيدا مع بعض. دائما النار اللي كتكون خفيفه جدا. غادي نخليهم هنايا فوق النار حتى كيغليو جيدا العناصر مع بعض. اذا هنايا بعد ما غلى ليا فقط 5 دقائق غادي نطفي عليه النار.
ما تخليوهش يغلي مده طويله باش تنجح لكم الوصفه. الا خليتوه كيغلي واحد المده طويله ما غاديش تنجح معكم. غادي نزولوا الان من فوق النار. من بعد كنجيبوا واحد الصحن او اناء وكنوضعوا فيه هاد الصلصه. غادي نخليوها حتى كتولي بدرجه حراره المطبخ. من بعد كندخلوها للثلاجة وكنخليوها حتى كتولي عندنا على شكل صلصه متماسكه. في انتظار ان الصلصه ديال الكراميل تولي جاهزه غادي نحضروا الان الايس كريم ديالنا اللي غادي نحتاجوا فيه علبه من الشونتيي من وزن 100 غرام، العلبه اللي كنستعملوها عاده مع ربع لتر من الحليب. غنضيفوا معها ربع لتر من الحليب. بالنسبه لوزن العلبه فهو 100 غرام كما ذكرت، فهي بالسكر. يعني الا استعملتوا الكريمه السائله وكانت بدون سكر فضروري انكم تضيفوا السكر. وعندنا هنايا علبتان من جبن طبيعي بالسكر، وزن العلبه هو 85 غرام، بالمجموع تقريبا 170 غرام العلبتين. غادي ندوزو على بركه الله للتحضير. بسم الله. واحد الملاحظه مهمه هو ان الحليب كنوضعوه في المجمد وليس الثلاجه، يكون بارد جدا جدا. نفس الشيء بالنسبه لعلب الجبن الطبيعي فتكون بارده جدا جدا، حتى هي كنت وضعها في المجمد هكا باش ملي كنخفقوا الشونتيي كتجينا جدا متماسكه. وغادي نضيف ليها العلبه ديال الشونتيي اللي كذلك كنت وضعها في المجمد. وبالنسبه للعلبه فخليتها ليله كامله في المجمد. بسم الله بسم الله. اذا الان غادي نخفقوا هاد العناصر مع بعض حتى كتولي عندنا كريمه متماسكه. بسم الله. كنعملوه على اعلى سرعه، مده الخفق هي 10 دقائق. اذا بعد ما خفقناها حتى كتولي هكا تولي متماسكه جدا. من بعد غادي ناخذ جيب حلواني. انا خديت هاد البوشيطه جوطابل وعملت فيها هاد الراس. غادي نوضعوا هاد الخليط ديال الايس كريم في الوسط بوشيطه. بعد ما خرجنا الصلصه ديالنا اللي حضرنا كيكون هذا هو الشكل ديالها. كما شفتوا كتجي صلصه ثقيله وكتجي لذيذه. كنخليوها فكتبرد بسرعه، الا حبيتوها تبرد بسرعه اكثر فوضعوها في المجمد. اذن على بركه الله. غادي نوضع كميه هنا في الاسفل. هنا يا كؤوس غتختاروا صغيره او كبيره. انا هنا درت كؤوس كبيره، كؤوس الايس كريم. من بعد غادي نملؤ نصف الكؤوس. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال المثلج ديالنا او الايس كريم. نتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بارائكم تعليقاتكم وانتقاداتكم. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فاشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.